مريم. نهاوند صباح الخير، بصبح عليكي وبصبح على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وكمان يعني بصبح على البطلات اللي مشرفينا معاكي في الاستوديو. وفعلا النهارده صدفة ان احنا الخبر الأول معانا برضو بيتكلم عن بطلة مشرفانا على مستوى الشرق الأوسط والعالم كمان. البداية طبعا من موقع جريدة الشروق، فوربس بتختار فريدة عثمان ضمن أكتر الشخصيات الملهمة في الشرق الأوسط. طبعا قامت مجلة فوربس الشرق الأوسط باختيار البطلة المصرية فريدة عثمان، يعني نجمة منتخب السباحة ضمن أكتر 30 شخصية ملهمة في الشرق الأوسط تحت 30 عام. طبعا أكدت المجلة أو قالت مجلة فوربس أن فريدة سباحة محترفة ومثلت مصر مرتين في دورة الألعاب الأولمبية لتصبح أول مصرية بتحصل على ميداليتين في بطولة العالم. طبعا أضافت المجلة أن العزيمة والإرادة اللي بتمتلكهم فريدة عثمان هم اللي خلوها طبعا تكسر كل القواعد والصورة النمطية اللي موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية. كمان يعني أكدت أن يعني فريدة بتعد ضمن 5 نساء بالقارة الأفريقية اللي بتحقق ميدالية في منافسات السباحة. في نفس السياق طبعا يعني احتفلت فريدة عثمان بالتكريم بتاع فوربس ونشرت صورة على موقعها الرسمي على انستغرام وقالت يعني ترولي اونرد، وكمان قالت ان هي شكرا لمجلة فوربس الشرق الأوسط يعني على مشاركتي مع مجموعة ملهمة من الرجال والنساء. من موقع اليوم السابع، الفيفا بيوافق على تعديل بند الاستقالة في اللائحة الجديدة. وافق طبعا يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اللائحة الجديدة أو اقتراح اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري الخاص بحالات الاستقالة في اللائحة الجديدة، طبعا اللي بيتم إعدادها حاليا قبل عرضها على الجمعية العمومية. وفقا للتعديل الجديد، أي عضو من أعضاء اتحاد الكرة هيقدم استقالته هيتم يعني قبول الاستقالة دي على الفور، غير طبعا اللائحة القديمة اللي كانت بتدي أسبوع مهلة لهذا العضو. وطبعا بمجرد تقديم أي عضو استقالته هتعتبر إن هي دورة انتخابية لهذا العضو. كمان أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتطالبوا فيه بإرسال التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسي طبعا حتى يتم إرسالها للأندية. ويعتبر ده ثالث خطاب على التوالي أرسلته اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لفيفا، طبعا علشان لم يتم الرد حتى الآن على إن هم محتاجين يكون في تعديل فوري للائحة النظام الأساسي. عندنا كمان من سكاي نيوز عربية، الكويت والعربي يتنافسان على اللقب 58 من كأس الأمير. طبعا النهاردة بيلتقي الكويت العربي على استاد جابر الأحمد الدولي في نهائي النسخة 58 من بطولة كأس أمير الكويت في كرة القدم، واللي بيختتم الموسم 2019-2020 ده طبعا بعد توقف دام طويلا وكان مفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. طبعا يعني المواجهة النهاردة هي الثامنة بين الجانبين في تاريخ المباريات النهائية للبطولة. سبق طبعا للعربي الفوز في أول 4 مواجهات قبل طبعا أن ينتزع منه العميد اللقب أو التفوق على حسابه في آخر 3 نهائيات. يسعى الكويت النهاردة كمان اللي سيخوض النهائي 25 في تاريخه للاحتفاظ بالكأس للمرة الخامسة على التوالي، وده يعتبر طبعا رقم قياسي بالنسبة للنادي، وال15 في تاريخه تحقيق الثلاثية من خلال الجمع بين ألقاب الدوري وكأس الأمير وولي العهد. ومن وكالة الأنباء الإسبانية على المستوى العالمي طبعا من EFE، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيدرس الجدول الزمني لتصفيات مونديال 2022. طبعا تحدد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماع هيتم يوم 24 سبتمبر الجاري الجدول، طبعا هيتم في بودابست، الجدول الزمني لمرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكذلك كمان المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية
الأولمبية 2020-2021 وقبل ساعات من انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية طبعا على ملعب بوشكش أرينا في العاصمة المجرية، سيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع اللجنة التنفيذية لتحديد الجدول الزمني للمسابقات، ومن المقرر كمان أن تقام بطولة كأس العالم 2022 بين 22 نوفمبر و 18 ديسمبر من ذلك العام. وبالنسبة لدوري الأمم الأوروبية اللي بتقام في مرحلة المجموعات منها حاليا، ستنتهي الجولة السادسة والأخيرة منها في منتصف نوفمبر، وتبقى المواعيد اللاحقة للمرحلة النهائية قيد التجديد. طبعا أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أيام عن قرار تأجيل دوري أبطال أوروبا للسيدات وكذلك كمان بطولة أوروبا تحت 19 عام، ده طبعا بسبب برضو ظروف تفشي فيروس كورونا. في النهاية طبعا عايزين نفكر مشاهدينا بمباريات الدوري المصري اليوم الاثنين، امبي ضد الاسماعيلي في تمام الساعة 3 عصرا، سموحة ضد المصري البورسعيدي في 5:30 مساء، طلائع الجيش ضد وادي دجلة في 5:30 مساء، واخيرا بيراميدز ضد حرس الحدود في 8 مساء. وعايزة برضو افكر مشاهدينا قبل النهاية بمباريات الاهلي المتبقية في جميع جولات الدوري المصري، هيكون الاهلي مع نادي مصر يوم الاربعاء 23 سبتمبر في الجولة 29، والأهلي مع طنطا يوم الأحد 27 سبتمبر في الجولة 30، الأهلي مع المقاولين العرب يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل في الجولة 31، والأهلي مع إمبي يوم 7 أكتوبر في الجولة 32، وأخيرا الأهلي مع بيراميد يوم 11 أكتوبر في الجولة 33. دي كانت جولة من مقر جريدة الشروق هنا حول أبرز العناوين الصحفية طبعا على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي والعربي. بشكركم جدا، عودة إلى الاستوديو مرة